دول يلا. مش معقول يعني سمعية لأم الرول. الله 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 يا خيو يا عيني عليك. يا من هواه أعزه وذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي خلفتني وخلفتني وحلفت أن لا تخون فخنتني. والنبي يمه اعذريني استنى حبيبي شاغل ولا رايحة ولا جاي. والنبي يما والنبي يما اعذريني استنى عليا حبي حبيبي شاغل ولا رايحة ولا جاي. حبيبي عالطريق اتمخطر، العين سودا سودا والخديد ورد احمر. طلب لوصلي قلت حاضر لما نسهر. حبي شغلني ترارا ولا جاية. والنبي يما والنبي يا الله 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 الله. شو هذا؟ مبسوطة بالعزوبة؟ لا أكيد بحب يصير عندي عائلة ويصير عندي بيت ويصير عندي أولاد. يعني أنا أولادي من هلأ مسميتهم شو؟ لا ما اتفقنا. لا لا خي لا ها طولي بالك بيي. بديك تسمي على اسم بيي إذا بتقوم الساعة. بديك تسمي جميل خيتي أم جميل. شبك ورحة على أبو جميل. للمعلومات العامة أنا أم حيدر. إيه معلش للمعلومات يعني. العامة بديك تسمي أم جميل حيدر. يعطيك العافية. طب بنسمي أول أنا البكر بإذن رب العالمين ذو الفقار إن شاء الله. إن شاء الله اللي بعده زين العابدين الصغير حيدورة. ليك شباب بديك اسم الله. إيه بحب الشباب أنا. شباب وبدنا جوز بنياتك كيسة. إيه كرمال البنات أي أسماء أول يمكن لأني هيك حأكل المقلب وجيب بنات. سمعنا عن حب جديد ويمكن كنت تمنيت هالعلاقة توصل للزواج. لا لا هو الحب الناس بتفكر إنه بيطلع بيقولوا والله هدول فنانين حبيبي وبيضلوا يحبوا. شو الحب كلمة سحر يعني بندورة. الحب بدك تختاري الشخص اللي بتكمل حياتك معه. نعم 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 وتكون نعم. يعني لو ما وصلتوا للزواج الحب هو المرحلة اللي تفهموا بعض يعني. نعم. لما تفوتوا على الزواج ويصير المشكلة بعدين. بعدين. عايشة حب عايشة حب هون أكيد هون يعني. هون المصيبة يعني هون المشكلة الكبيرة وخاصة إذا لك بشرفي لك في أمور كتير الواحد بشابه الثاني يعني كل واحد في عقلي والآدمي
ما سهل عليه سمعته. يعني أنا بحب كويس بس إما أتزوج مشكلة كبيرة إنك تترك. يعني صعب. يعني معناتها أنت في مشكلة بحياتك أو بحياتك ليش عم تترك؟ خاصة إذا في أولاد. ما بحب حتى الناس يعني يصيروا يقولوا لك الفنانين صيتهم بيتجوزوا بيطلقوا. لا شو بيتجوزوا بيطلقوا؟ ما كمان يمكن أنا ما أنا طلاق الأول كان عندي ظروفي الشخصية وما خليت الناس تطلع علي لأنه حياتي الشخصية ملكي. نعم. أنا ملك نعم. العالم. نعم نعم. الناس ملكهم بالفن بلقاء ممكن يعني حياتي بس لا. بس كان حكيك يعني محترم على زوجي. والله أنا يعني اليوم الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة. أنا متربية ببيت أهلي. نعم والله هو. وأنا طالعة من بيئة من غير الطبيعي نطلع ننشر غسيلنا يعني ليك على ليك قدام لك العالم. ليك لك شغلي. وهو كان حكي عليك إنه بيقول يعني أنا صديقي حسام هي ويا وأنا إلي ما شفته زمان. زمان كثير بس يعني بتذكر بأيام يقول لي يعني رويدة ما بيصير حدا يجيب سيرتها هي أشرف من عيني يعني خلص خلصت القصة. المهم الله يطعمك إن شاء الله. الله بيطعمك الإنسان اللي بيستهلك. أهم شيء يكون بيحبني لشخصي أي ما بيحبني لفني. صح صح. أنا عايشة قصة حب كثير حلوة. الحب بيعكس على الإنسان. نعم. على عايشة قصة حب وما صار لي ساعة ما قلت لك بدي نتجوز. ما تخونيني وأنا قاعد جعفر رح يبيك ما تخونيني حربي يعيش قولي شحربي عاش أو غلبانة والنبي. طيب لا بدك تغني لي جوزي ما بيلفي على البيت. جوزي ما بيلفي على البيت. يلا خيي. جوزي ما بيلفي على البيت كل ليلة بيصر ببيت. جوزي ما بيلفي على البيت كل ليلة بيصر ببيت. صورة أبالي بعد وش بوس الحياة. جوزي ما بيلفي عالبيت كل ليلة بيسهر ببيت. جوزي ما بيلفي عالبيت كل ليلة بيسهر ببيت. وأنا بسهر لحالي وبحط الصورة أبالي بعد وش بوس الحياة.
شرفه شرفي يا روحي. بتحبي الملوخيه رويده؟ اوه اكلتي المفضله. ام الياس نعم. شو بدك تيها لرويده الليله؟ لرويده ايه ردي لها رده عتابه ليكي بدي هي من عرق الدست. فقع فقع من عرقه للدست من العرق. هات لشوف هات لشوف انتي اخ إله لك بو جوزيف لايك بنو بطيب عنا الشمس المضوية حلو الله باعتها هدية صوتك ألماس ورنان صوتك يا رويد عطية صوتك ألماس ورنان صوتك يا رويد عطية لك يتعيش طيب الله عيشك وميشك الله إلهي سلم يعني. الله تمي خلينا هناك دخي تفضل تفضل ملوخية ولك حطوا لي ملوخية شو بدي اسوي والله قرح قلبي وخيتي شو هي بطاطا على بيض هي شو هي بطاطا بطاطا على بيض ولا شو لا مش على بيض